any factor that alters the shape of the active site أي عامل بغير شكل الموقع النشط such as pH or temperature or an inhibitor زي الأس الهيدروجيني أو درجة الحرارة أو المطبط أو المانع can decrease the rate of a reaction يمكن أن يقلل من معدل التفاعل. Finally, some enzymes require cofactors that help speed the rate of the reactions because they help bind the substrate to the active site or they participate in the reaction at the active site. أخيرا بتطلب بعض الإنزيمات ما يسمى cofactors العوامل المساعدة that help speed the rate of the reactions بتساعد في تسريع معدل التفاعل because they help bind the substrate to active site بتساعد في ربط الركيزة والمادة المتفاعل بالموقع النشط or they participate in the reaction at the active site أو بتشارك في التفاعل مع الموقع النشط. Substrate concentrations تركيز المواد المتفاعلة والركائز. Generally, enzyme activity increases as what substrate concentration increases. كل ما زادت اللي هو تركيز المواد المتفاعلة because they are كل ما زاد اللي هو نشاط الإنزيم because they are more collision between substrate molecules and the enzyme. لأنه هناك المزيد بالاصطدامات بين جزيئات الركيزة والإنزيم. As more substrate molecules fill active sites, more product result per unit time. كل ما كان في جزيئات مواد متفاعلة ركبت أو تبتت في المواقع النشطة الإنزيمات كان في إيش نتائج في التفاعل أو منتجات نهائية في التفاعل بتزداد مع كل وحدة من الوقت. But when the active sites are filled almost continuous with the substrate, the rate of the reaction cannot increase anymore. Maximum rates has been reached. ولكن عندما تمتلئ المواقع النشطة بشكل مستمر تقريبا بالركائز أو الركيزة لا يمكن أن يزيد معدل التفاعل بأي معدل أقصى من اللي تم الوصول إليه. Just as amount of substrate can increase or limit the rate of an enzymatic reaction, so the amount of an active enzyme can also increase or limit the rate of an enzymatic reaction. مثلما يمكن أن تزيد كمية الركيزة أو تحد من معدل التفاعل الإنزيمي، فإن كمية الإنزيم النشط يمكن أن يزيد أو تحد من معدل التفاعل الإنزيمي. Effect of pH on the enzyme activity. Each enzyme works best at particular pH. بمعنى كل إنزيم بيشتغل بطريقته المثلى في pH مثلى له. بمعنى في حد معين من الأس الهيدروجين. Known as its optimum pH level. مستوى الأس الهيدروجيني الأمثل لنشاط هذا الإنزيم. Optimum pH level. Each enzyme also has an optimal pH at which the rate of the reaction is highest. كل إنزيم طبعا عنده اللي أس هيدروجيني أمثل لأنه يصل التفاعل للأعلى. As at this pH value, these enzymes have their normal configuration. في هذا الليفل في هذه القيمة بيبدأ يصل اللي هو الإنزيم اللي هو المعدل الطبيعي للتفاعل بتاعه. As in this figure, pepsin and trypsin. طلعوا البيبسين بيشتغل في بي اتش اسيدك اللي هو 2 وشوية في القبة عشان يشتغل البيبسين كويس، وهنا التريبسين في 8 وشوية بيصل لأعلى قيمته. So the figure shows the optimal pH for the enzyme pepsin and trypsin. بيبسين بيصل ب2 البي اتش تاعه بكون عالي النشاط، وكذلك بالنسبة للتريبسين as optimal بي اتش اللي هو 8 بكون نشاط عالي اللي هو تاع الإنزيم التريبسين. Effect of temperature in enzyme activity. تأثير درجة الحرارة في نشاط الإنزيم. Usually the rate of an enzymatic reaction doubles with every 10 centigrade rise in temperature. طب كل ما زادت درجة الحرارة 10 درجة بيصير مضاعفة لنشاط الإنزيم. Warmer temperature causes more effective collision between enzyme and substrates. طبعا درجة الحرارة المرتفعة بتزيد
من فعالية الاصطدام ما بين الإنزيم والركائز أو المواد المتفاعلة. The rate of reaction therefore increases as temperature increases. كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت rate of reaction تفاعل معدل التفاعل. The enzymatic reaction is maximum at about 40 centigrade. بصل المعدل التفاعل الإنزيمي إلى أكبر قمة أو الماكسيمم فوين؟ حينما تكون درجة الحرارة 40 للماكسيمم بتاعته للقمة بتاعته، لكن then it decreases until the reaction stop altogether. لكن بعد هيك تبدأ تنقص حتى تتوقف because the enzyme has become denatured، بمعنى حينما بيصبح الإنزيم مشوه أو متحلل. يبقى بيصل الإنزيماتيك رياكشن إن ماكسيمم، بيصل التفاعل الإنزيمي إلى أقصى حد عند حوالي 40 درجة مئوية، ثم يتناقص حينما يتوقف التفاعل تماما لأن الإنزيم أصبح متحلل. Decrease until the reaction stops altogether because the enzyme has become denatured. لما درجة الحرارة العليا أكثر من 40 تبدأ تفسد الإنزيم، تبدأ تفسد الإنزيم. The enzyme become denatured. Enzymes denature when the temperature gets too high. بيبدأ يفسد الإنزيم نفسه ويتحلل إذا بدأت درجة الحرارة ترتفع أكثر بكثير من الـ 40 سنتيغريد. The rate of reactions، عشان هيك الإنسان إذا وصل 42 بتبدأ الإنزيمات والبروتينات تتحلل ويموت الإنسان. The rate of reactions decreases as the enzyme becomes non-functional. برضو معدل التفاعل بينقص طالما الإنزيم بيبدأ يكون غير فعال. Enzyme cofactors. Many enzymes require the presence of an inorganic ion. تتطلب العديد من الإنزيمات وجود أيونات غير عضوية or nanoprotein organic molecules أو جزء عضوي غير بروتيني at the active site in order to what to be active حتى يكون الموقع النشط نشط. These necessary ions or molecules are called what cofactor تسمى هذه الأيونات والجزيئات الضرورية بالعوامل المساعدة. While the inorganic ions are metals such as copper, zinc or iron. ممكن هذه cofactors تكون اللي هو أيونات غير عضوية زي المعادن اللي هو الكوبر النحاس والزنك والأيرون الحديد. The non-protein organic molecules are called coenzyme مرافقات الإنزيم اللي هي بتكون اللي هو جزيئات غير بروتينية عضوية ولكن غير بروتينية، لأنه احنا عارفين الإنزيم لازم يكون إيش بيكون proteins. But the non-protein organic molecules are called coenzymes. ممكن اللي هي جزيئات العضوية غير بروتينية ممكن تكون coenzymes أو مرافقات أو مساعدات الإنزيم. These cofactors participate in the reaction. هذول بيشاركوا في التفاعل and may even accept or contribute atoms ممكن يستقبلوا أو يساهموا في الذرات to the reactions بيساهموا في بيستقبلوا أو بيساهموا في ذرات التفاعل. Cofactors including inorganic ions and organic coenzymes may participate in the reaction at the active site. زي ما انتم شايفين هنا cofactors ممكن إيش يعملوا substrate to fit more، يعني ممكن يجعل المواد المتفاعلة أكثر تناسب للموقع اللي هو الاكتف سايت تاع الانزيم اللي هو موقع النشط للانزيم. احيانا الاكتيفيشن باي فوسفوريليشن ممكن تنشيط عن طريق الفسفره او اضافه الفوسفات. فوسفوريليشن سام ريكوير اديشن اوف فوسفات زي ما هنا الان اكتف بروتين بكون بروتين غير نشط بوجود الانزيم كينيز بصير active protein حين ما ينضاف له مجموعتين فوسفات زي التريبسونوجين inactive في صورة غير نشطة اللي هو بتحول في بوجود الإنزيم الانتروكيناز إلى تريبسين active اللي هو بكون بتحول لتريبسين نشط. من التريبسونوجين غير نشط بوجود الإنزيم الانتروكيناز بتحول لتريبسين active. هذا عن طريق اللي هو حاجة اسمها phosphorylation اللي هو by activation by addition of phosphate group بإضافة فوسفات مجموعة الفوسفات. Enzyme inhibition